أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على منطقة الأمن السياسي في مدينة الرقة بعد معارك عنيفة مع أفراد داعش، وأسفرت الاشتباكات عن قتل 9 أفراد من داعش وتدمير عربة مفخخة والاستيلاء على كمية من الذخيرة والأسلحة، مع استمرار الاشتباكات في محيط حديقة البستان ضمن حي هشام بن عبد الملك. شن الطائرات النظام السوري ضربات جوية على أماكن في منطقة الكشمة في ريف دير الزور الغربي، ما تسبب في وقوع جرحى بينهم أطفال ونساء. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات النظام ألقت مناشير على بلدة عندان في ريف حلب الشمالي طالبت بتسليم السلاح. قتل 18 فردا من تنظيم داعش في حملة نفذها الجيش العراقي وسط صحراء عكاشات وعانة. وقال مصدر محلي إن قوات من الجيش العراقي نفذت حملة عسكرية بمشاركة العشائر بحثا عن أفراد داعش الذين يقبعون في الصحراء وينفذون عمليات مسلحة ضد المدنيين والقوات العسكرية. ذكرت مصادر أمنية يمنية أن ضربة جوية أمريكية قتلت 5 مسلحين من تنظيم القاعدة نفذتها طائرة من دون طيار في مديرية الجوبة في محافظة مأرب. وأكد المسؤول أن الضربة استهدفت تجمعا يضم شخصيات يمنية وأجنبية في قرية الخثلة التي شهدت عملية إنزال أمريكي في 23 من شهر مايو آيار الماضي. قال وزير الهجرة الأسترالي إن هناك إجراءات صارمة لفحص المسافرين والأمتعة في مطارات بلاده لتأمين الرحلات، موضحا أن هذه الإجراءات ستظل سارية إلى أجل غير مسمى. وكانت أستراليا شددت هذه الإجراءات بعدما أحبطت الشرطة مخططا لتفجير طائرة ركاب. تستمر منذ أسابيع الحرائق التي تلتهم غابات مقاطعة كولومبيا البريطانية في غرب كندا، ودفعت إلى إجلاء مزيد من السكان خلال نهاية الأسبوع. وأجبر التمدد السريع للنيران السلطات على اتخاذ قرار بإخلاء قرية كلينتون وأنحائها. تشير بيانات دراسة إلى أن إطفاء شموع كعكة عيد الميلاد بالنفخ فوقها من الأشخاص المحيطين يملأها بالبكتيريا. وقال فريق من الباحثين إن اللعاب الذي ينتشر مع عملية النفخ يزيد من كميات البكتيريا المتراكمة على الكعكة بنسبة 14 ضعفاً. نهاية الموجز، إلى اللقاء.